لا ليلى اهل ولا بيت ولا عيله ولا حاجه يبكي عليها. محروسه ابو خطوه ده هو الجوكر اللي بمليون وش. الله اكبر. قصر تيمور باشا يا كابتن، قلعه الاشباح. نصيب ده احنا اللي بنعمله. سلوكنا وتصرفاتنا والطريقه اللي بنفكر بيها هي اللي بتحدد مصيرنا. انت عارف انا لابسه الماسك السخيف ده عشان اعرف ادخل مكان معفن زي ده. انت تعمل اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه. متفكرين ابوكوا ده ايه؟ ابوكوا ده يلفنا واحد واحد كده في سجاره. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. خد خد فلوس خد، بس اديني حياه بابا. انتوا اصحاب البلد دي يا جهله، انتوا لا تيمور يا جهله. ربنا ما يرتش بالظلم. كنت متأكد إن اختياري ليك هيكون في محله. دي ريحة القصر يا ابن المحظوظة. طول عمرك ما قضي عبد في خدمة البشوات والعوانم. جواز؟ خدمات معاها يا باشا. معلوس؟ أنت اتهبلت يالا ولا إيه؟ لو في راجل بيتجوز خدامته يا بت. يحفر وراه وأعمل له فضيحة تتنشر في كل جرايد مصر. الناس دلوقتي بره بقت وحوش. حب وانت ترجع ليدلك عليا وتشوف لك المستور. حته مني توسخي. الناس غلابه، لما ينداس عليهم بقى فسكك تغور الدنيا باللي فيها.